ما نكون مع مايا خلينا نشوف هيك جولة بصالات العرض بالسينما. I'm not gonna dress it up. Turkeys are dumb. جديد بالصالات فيلم الانيميشن Free Birds in 3D مع اصوات وودي هارلسون واوين ويلسون. كوميديا عندي كين حبش بيتحدوا لحتى يلغوا طبق الحبش عن المنيو. والبيوغرافي 12 years a slave للمخرج ستيف ماكوين عن رجل اسود حر تؤخذ منه حريته. I was a free man. I'm not a slave. I'm a petty officer, Shane. Can he say? وفيلم الدراما The Lone Survivor مع مارك وولبرغ وإميل هيرش المرتكز على Operation Red Wings اللي فشلت بسنة 2005. كافيين معكم عالم الصباح ومايا بولادي بالدنيا ورح تحكي أكيد عن سيطرة أخ لأخواته. صباح الخير مايا. صباح النور. كيفك اليوم؟ كيفك انت؟ تمام الحمد لله. كنا عم نحكي تحت الهواء قد ايه هيدا الموضوع كثير مهم، واوقات الولد بيكون هو صغير كاركتر يمكن متسلط بس مش بيعني انه بس يكبر كمان بيبقى متسلط. بس قد ايه هون بيلعب الاهل بيلعبوا دور بانه يتركوا هيدي المساحه او الحريه للولد انه يكون مسيطر على اخواته، يعني بيكون حق عليهم او الا ما يقطع فيها الولد؟ بيساهموا، يعني ما فينا نقول انه بيكون الحق عليهم بس فينا نقول انه بيساهموا. هلا خلينا نقول انه كل الاولاد بشكل يعني بشكل عام باعمار صغيره بتشوفي انه في سيطره من ولد على ولد ثاني. هلا بغالب الاحيان بنحس بالسيطره من الولد الصغير على الولد الكبير، يمكن لانه السبب اللوجيك انه الصغير يعني حكما بده ينال اهتمام معين، قصدي اهتمام انه بس يكون عندك فرق بالعمر، يعني خلينا نعتبر انه عندنا فرق سنتين وما فوق بالعمر، بيكون هالولد الكبير دجا يمكن سيروح على المدرسة، دجا يمكن شال الحفاظ، دجا يعني ما بيعود في اهتمام جسديا بالولد. مش مفروض علي كأم اهتم جسديا بحاجاته الجسدية اليومية مثل ما عم بهتم بخيه أو بأخته الصغار، لأنه حاجاته البيولوجية والجسدية وإلى آخره مختلفين. هالاهتمام اللي هو بيكون اهتمام مش لأنه أنا بحب صغير أكثر، لأنه مفروض علي أنه أنا اهتم ببعض الحاجات أكثر، بتخلي هالصغير يحس يمكن أنه أنا عم بعطيه وقت أكتر. أكتر. أنا عم بعطيه أولويات أكثر. فهون بتخلق إذا بدك نوع من السيطرة أو نوع من الظن عند هالولد الصغير أنه ممكن يكونوا أهلي بحبوني أكثر أو ممكن يكونوا بيهتموا فيي أكثر. مشان هيك أنا دائما بقول تجنبا لهالأمور هيدي في كمان طرق ثانية بنقدر نهتم فيها بالكبير، يعني إذا أنا عم بهتم بالحاجات الجسدية للصغير بقدر أهتم بحاجات ثانية عند الكبير، بقدر أنه إذا هو بيعني له أنه أرسم معه، أنه نقصه وراء، نلزق وراء، أي شيء هو بحبه بعطي انا اهميه. صح. فيه هلا في امور ثانيه كمان نحن كاهل بنغذي السيطره او بنغذي هي السيطره اللي هي كمان ناتجه عن غيره، رح نحكي هلا بمعظم الاحيان لما نحن كاهل عندنا هالتندانس او هالميول انه نقول مثلا انه معلش اعطيها اللعبه لاختك الصغيره، ما هي صغيره، ما هي ما بتفهم، ما انا بجيب لك غيرها، ولو ما انت عندك كثير العاب، معلش اذا اعطيتها اللعبه الصغيره لخيك والى اخره. يعني هون انا عم خلي هالكبير يتنازل عن حقوق عنده اياها كرمال الصغير، وهيدا شيء كثير غلط لانه هن هالحقوق هي حقوقه وهو بيعتبر انه هيدي الامور لإلي انا، فعم تجي تطلبي منه. غلط انه نقول للولد الكبير انه حرام انه خيك انه اصغر منك وانه هو اضعف منك وانه 100%، لانه هون السيناريو اللي بيصير انه رح بيشوف هالصغير انه نجح مزبطت معه انه يلطش اذا بدك شغله من الكبير او يخلي الكبير يعطيه شغله غصبا عنه، فعلى التكرار رح يعتبر انه يمكن هو اوامره بدها تكون منزله، انه لما بيقول بدي هاي البوبي او بدي هاي الشغله او كذا لازم فورا تنعطى له لانه هو الصغير. اوقات بيكون اكل هو مثلا ضرب اخته او خيه مثل هيك ضربه او شيء بطريقه بيجي بيشتكي عند امه انه هي اللي ضربتني. 100%، يعني ليكي انا بقول نحن كاهل كثير ردات فعلنا بتاثر، يعني عن جد بتاثر ل 70% ردات فعلنا. بعدين بتشوفي شغله كثير كمان بتتكرر انه بتحملي مسؤوليه الكبير لاشياء عملها الصغير، يعني بيكونوا عملوا شيء بتيس سوا، شيء شغله ما بتنعمل سوا، خربوا شيء سوا،
ما بنتوجه بالكلام للصغير، يعني اذا عندك ولد عمره سنتين سنتين ونص وولد عمره تنقول ست سنين بنقول بيفهم اكثر 100% بتأن بالكبير، يعني بتقولي له انه ولو ما انت صرت كبير كيف خليته يعمل هيك، برافو بهنيك الى اخره، فبياكل هو العيطه، وهذا شيء كثير غلط. المسؤوليه لازم تتحمل، يعني نحملها الاثنين بنفس الطريقه. بقدر بعدين احكي الكبير على جنب وفسر له انه انا كنت متكله عليك انه انت تعرف انه هالشغله بتاذي، واعمل فيدباك يعني فسر له ليه بتاذي، بس مش انه بهدله او عيط عليه بحضور خيه الصغير، بدي احمله نفس المسؤوليه لان اثنيناتهم عملوا نفس الغلطه. واصلا دليل على كلامي انه اول شغله بيقول لنا اياها الكبير انه طب ليه عم تعيط علي لإلي؟ صح. ليه ما عيطت علي او ليه ما عيطت عليه، يعني لانه هو بيعرف انت بقى انا مش وحده عملت الغلطه، ليه اكلت العيطه وحده. من هن وبيبيز بدنا ننتبه رولا، من هن وبيبيز اوقات في بعض التصرفات مثل انه واحد يطلع فوق الثاني، واحد هيك يكبس له راسه للثاني، امور معينه ما بدنا نمرقها، يعني بدنا نبلش نفسر انه لا حرام بينوجع هيدا خيك او هيدا اختك او الى اخره. بدي اقول انه البيبي او الطفل يلي عمره مثلا 6 7 اشهر وقتها رح يكون ما عم يفهم 100% بالكلام، بس هو عم يفهم بالجست، عم يفهم بالافعال، بالحركات اللي بعملها بايدي، بالتعبير اللي عم بعملها بوجهي، فاي تصرف بعتبر انه في تعدي على الاخر بدي احط له حد بشكل طب فوري. طب اذا كانت اوريدي من الاساس خلص انه الاهل ما عارفين انه هيك، انه وصلوا لمرحله انه صار في هذا الشرخ او انه صار في ولد عم يتصرفوا معه بغير طريقه، كيف بدهم يرجعوا يظبطوا هذا الوضع؟ ويرجعوا لانه في ناس خلص تعودت على سيستم معين. مزبوط. كيف بدي ارجع اظبط الوضع؟ بدنا نصلح الوضع. هلا تقول لك شغله، بدي شوي تقدر جاوبك على سؤالك، خلينا نخبر المشاهدين كيف بفكر الولد، شو هي طريقه تفكيره للولد. وقت بقول الطفل كيف بفكر، يعني انا رح اخذ هيك مثلا اكزامبل، رح اخذ مثل انه اخذ ولد عمره تنقول بين السنتين والثلاثه، وولد عمره بين الخمسه والسبعه، اوكي؟ هن اخوه، كيف بفكروا؟ بعقليته للولد او بتفكيره للولد في مثل كانه اذا بدك وعاء، قديش هو بيطلع له زياده في لهالوعاء، قد ايه اهلي بحبوني اكثر. يعني اذا بست الولد انا مثلا وطقشت البوسه 3 4 مرات، يي انا طقشت 3 4 مرات واذا عينك بتحبني اكثر منك، بستني اكثر منك، يمكن بالغلط طقشت البوسه 3 4 مرات، عرفتي كيف؟ اذا سكبت مثلا جوز طلع شوي بالغلط هالقد لحدا ثاني، حطيت لي جوز اكثر بتحبني اكثر منك، هيك بفكر الولد. تفاصيل يعني انه وين حدا يفكر فيها. هيدا طريقه تفكيره للولد، انه قديش انت عم بتزيدي له على هالسله، قديش هو برايه انه تحبي اكثر، فاذا هو عم يطلع له محبه اكثر، فاذا قد ايه بدنا ننتبه؟ لانه قد ايه بيكون عندنا يعني ظروف اوقات بتنفرض علينا، مثلا عندك ولد بيكون بالعائله بيروح على النيرسري على الحضانه، وعندك ولد ثاني بيروح على المدرسه، هلا بطبيعه الحال يلي بيروح على المدرسه يمكن عنده امتحانات، يمكن عنده ايفالويشن نقط الى اخره، طب مش معقول ما يجيب لك نقطه منيحه وانت ما تقولي له برافو مامي ام براود اوف يو وتبوسيه وتهنيه، وهالصغير قاعد قبالك. صغير بده يعتبر انه طب انه ليه عم بتقول له هيك؟ ليه ما بتقول هيك لإلي؟ وعادة الولد الكبير هو اللي بيغار اكثر من الولد الصغير. صدقيني مثل بعضهم. صدقيني مثل بعضهم. نفس الشيء عم بيلاحظوا الاهل شو بيحكوا، نفس الشيء كثير بدنا ننتبه، بفاجئونا اوقات الصغار بردات فعل، بنطلع بنقول انه اف معقول عم بيغار من خيه او معقول عم بتغار من اخته او الى اخره. مشان هيك منه ابدا صعب انه انا اعمل ميزان. ابدا ابدا مش صعب الموضوع، بكل بساطه بيطلب مني اعرف انه بغالبيه الاحيان لما انا بدي اوجه ملاحظه ايجابيه لحدا خلي يكون في ملاحظه ايجابيه قبلها او بعدها لحدا ثاني على شيء ثاني، وبضل لاقي شيء يوجه ملاحظه عليه. يعني مثلا يمكن انا هن الكبير على شغله عملها بالمدرسه، يمكن هن الصغير اللي كان عم يشرب جوس قال له برافو مامي ام براود اوف يو، انت ما وقعت ابدا جوس على الطاوله مثلا. بدي لاقي شيء لحتى بدي لاقي شيء، بدي لاقي شيء، هيدا شغله كثير مهمه لانه بده يعتبر هالولاد بيعتبروا هالاطفال بيعتبروا انه ليه قالت له لها، ليه ما قالت له لها، ليه عملت له لها، ليه ما عملت له لها. ايه دخيل امور بدنا ننتبه لها، عرفتي كيف؟ بعدين انت بتلاحظي انه اجمالا السيطره بتجي بين الخيات او بين الاخوه، في اسباب للسيطره حدا على حدا ثاني، اجمالا في سببين اكثر شيء بنشوفهم، او القوي بالعائله،
يعني اللي بيعرف انه هو اشطر من الثاني، اللي بيعرف انه هو عنده شعبيه اكثر من الثاني، سوشيبل اجتماعي اكثر من الثاني، بيسيطر على الخي او الاخت، لان بيعرف انه هو عنده هالنقاط القوه. كمان هيدي اوقات نحن كاهل بنغذيها، لانه كمان وقتها بنكون قاعدين جلسات بين اصحاب بنقول انه هيدا كثير في فرق بينه وبين خيه، هيدا شباب لك بيمشي كل الناس بتحبه، وين ما راح بيفرض حاله. طب ما هالصغير عم يسمع، ما نفكر انه هالاشياء ما عم يفهمها صغير. يعني اذا بدي خبر عن ديفرنس او اختلاف، خبر بطريقه كثير فيها تجرد، خبر عن كاركتر كل واحد. هي حتى على كبر؟ اكيد. عم نحكي اعمار متقدمه؟ اكيد، لانه على كبر بضل يعرف هالولد، على كبر عم نحكي بالسن الرشد، اكيد بضل هالاخوه بضلوا يعرفوا انه انا خيي برع اكثر مني هون، لانه خيي عنده هالميزات اكثر مني وانا هالميزات ضعيفه عندي. فبدنا ننتبه انه ما نغذي هالاشياء عند اولادنا، لانه هي اشياء بلا ما نحس بنغذيها، بس كثير كثير غلط. هلا اوقات بيعملوا ردات فعل كثير قويه الاولاد، بس رولا خلينا نقول انه اوقات الضعيف بين الاخوه، لانه يمكن مش قادر انه هو يعوض هالنقاط الضعف، وعارف انه هو اضعف من اخواته، بجرب جسديا يكون هذا. انا ما انا يعني بشك يكون في حدا اضعف من اخواته، يعني كل واحد عنده بمطرح شيء قوه، بس يمكن ما انتبه اهله ما وجهوه صح، ودائما حاطين يمكن في حدا اخذ هيدي الوجهه، لانه بدك تشوفي شو هن نقاط القوه اللي الاهل اكثر شيء بفتشوا عليهم وبيبرزوا اكثر. هن انه جيب علامات منيحه، هن انه كون شطور بالمدرسه، يكون مهذب، ما بدي اعرف انه قصصوك، يعني هيدي نقاط القوه يلي هي يمكن يكون في كثير عنده نقاط قوه، يمكن يكون ارتيست فنان، يمكن يكون مثل ما قلنا اجتماعي، بس ما بنضوي عليها كثير، لازم نتعلم انه نحن نضوي عليها. يعني مش بس انه البارعين بالمجتمع هن الاطباء او الاختصاصيين او يعني في براعه بغير اماكن بالمجتمع، انا بعتبر. فهيدي الامور يلي كمان بتخلي انه يصير في سيطره. بيتخانقوا كثير على اغراضهم، يعني مين من الاخوه ما بيتخانقوا على اغراضهم؟ يعني على البوليوش، على اللعبه، على شغله. هلا اي متى الاهل لازم يتدخلوا؟ اي متى الاهل ما لازم يتدخلوا؟ اول شيء اوقات الولد بيتنازل لخيه، بيقول له انه ايه بترك له حريته، بس مش انا بقول له، مش انا بقول له اعطيه. هن يحلوا مشكلتهم لوحدهم. هلا في شغله، بس اذا بتشوفي دائما مسلط عليه انه دائما هيدا الاخ بيعطي الثاني. لا، سؤالي كثير مهم رولا، سؤالي كثير مهم. لانه اوقات بنشوف عيال هيك، هون لازم اتدخل، هون لازم الاهل يتدخلوا، انه اذا انا عم حس في ولد دائما عم يتنازل عن ممتلكاته لولد تالا خيه او لاخته، مش مفروض، لازم اقول له هيدي لإلك، وانت كل يوم عم تعطيه، اليوم مامي تركها لإلك وانا بجيب له غيرها. سؤالي كثير مهم، لانه هون لازم اتدخل. له انا ما بعطي، قل له ما بدي اعطيك 100%، هيدا موضوع تاني. والخي التاني بيكون سامع عم يقول له هيك؟ لا، خليها سوربريز، خبرك عنا بحلقه تانية. قولي لي اي متى دوري بدنا نطلع عن جد؟ لا اكيد بعد ما اعرف الدوامه، لانه بتشوفيهم عم بينتفوا اللعبه، ما رح تتنتف كل حدا بميله. ما بعرف شو بنعمل بهيدا. تقولي للولد قدام خيه انه ما تعطيها، لانه طب كيف بدكم تحضرونا دائما؟ مش رح جاوب، انطرونا اكيد. مايا ثانك يو، اكيد كثير موضوع كان حلو. رح نتوقف على فاصل اعلاني، ومن بعدها بنكون مع ميلاد بناس وناس والجوسبس، نشوف اخر اخبار الفنانين.